المنتخب المغربي ينتصر على منتخب تشيلي بهدفين دون رد. الهدف الأول لأسود الأطلس كان من تسجيل اللاعب سفيان بوفال في الدقيقة 66، والهدف الثاني لأسود الأطلس كان من تسجيل اللاعب عبد الحميد صبيري في الدقيقة 78، والذي قدم مستوى جيد بعد دخوله. المنتخب المغربي قدم مستوى جيد خلال مباراة المغرب ضد تشيلي. بالتوفيق للمنتخب المغربي في المباريات القادمة.